كله بالسبب. شو بدي اقول له؟ اكيد رح يسالني، بس انا شو بدي جاوبه؟ شو بدي اقول له؟ وانا كمان هسه رح تسالني شو بدي اقول؟ انا شو بدي اقول؟ لازم لاقي حجه. لازم يكون في حجه نقلها اياها كثير على السريع. صح. وحجه مقنعه يعني. ايه تكون قويه. ايه. لقيتها. جيت لأعتذر. اوكي، جيت لأعتذر. بس من شو؟ من شو؟ يعني من شو؟ لقيتها. لا، مستحيل. ايه معك حق، مستحيل. صح. عندي. عرس سارة. ايه. أنت كنت سكران. سوريا طلعت لحتى تغني. ايه. فارس عصب. فقمت أنت جيت فشت خلقك فيي وتخنقنا، وسمعتني كلام وتخنقنا مع بعضنا. شفتني هلا فايت قلت يلا بجي وبعتذر منها. اوكي، حبيتها. احفظيها. ايه؟ طيب. والخزان شو بدي اقول له؟ يعني عن جد معه حق، يعني تخيلي واحد فايت على غرفته بيفتح خزانته بيلاقي رفيقه قدامه. شو بدي اقول له؟ شو بدي افسر له؟ روي. انت تخبيت بالخزانة لحتى ما يعرف فارس بسخافتك. لأنه استحيت لأنه كنت سكران. ايه اوكي، حبيت. موافق. اوكي خلص، ومنكفي من هون. اوكي. تسمعي دقات قلبي؟ خلص. اسمعي عن جد، احنا لازم نقعد مع بعض. خليني بس فسر لك شو اللي صار. ندمان يعني؟ ايه ندمان. ما بتتخيلي قديش انا ندمان. لازم نقعد واحكي لك كل شيء صار وتسمعيني. هاي خليل، كيفك؟ الحمد لله على السلامة نايا. طيب أنا لازم أمشي. شوفك. مجنون.